أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار. هذه الحلقة نخصصها بشيء من التفصيل عن تطورات الأوضاع في ليبيا والجديد فيما يتعلق بزيارة وفد ليبي إلى مصر ولقائه بأعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم بطبيعة الأحوال الدكتور علي عبد العال. أهمية هذه الزيارة ودلالة التوقيت والدور المصري التاريخي والمحوري الهام في هذه الأزمة وفي هذه القضية ومحاولة تقديم حلول سياسية ترضي جميع الأطراف وحلحلة هذه الأزمة بشكل أو بآخر، هذه الأزمة التي طال أمدها بسبب تكالب وتدخلات من قبل بعض الدول الخارجية. للمزيد من التفاصيل والمتابعة يسعدني أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في استوديو المشهد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف بدر رئيس مركز المعلومات بمؤسسة الأهرام. أستاذ أشرف مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معنا. تسمح لنا في البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار حول زيارة وفد ليبي إلى مصر. بهدف مد جسور التعاون بين مصر وليبيا وتعزيز التواصل من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب، جاءت زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى القاهرة. أعضاء الوفد ثمنوا دور المصري في الحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها، مؤكدين أهمية دور المصري في دعم أمن واستقرار ليبيا ووقف التدخلات الخارجية التي تؤثر سلبا على استقرار الشعب الليبي نتيجة لمد الميليشيات الإرهابية بالسلاح. الوفد البرلماني الليبي أكد أنه يسعى خلال زيارته الحالية للقاهرة على العمل من خلال مجلس النواب والجامعة العربية على توحيد الجهود العربية لمواجهة التدخل التركي في ليبيا، مؤكدين أن الدول العربية قادرة على إيقاف التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا. وأوضح وفد مجلس النواب الليبي إلى أنه سيتم مخاطبة البرلمانات الدولية بالإضافة إلى زيارة الاتحاد الأوروبي من أجل شرح الأوضاع في ليبيا والجهود الرامية من القوات المسلحة الليبية جنبا إلى جانب القوى السياسية من أجل مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا. زيارة الوفد البرلماني الليبي تزامنت مع إعلان الجيش الليبي مقتل عدد من الإرهابيين والمرتزقة خلال هجوم جوي نفذه سلاح الجو على مقرات قوات الوفاق في مدينة غوريانا، أسفر كذلك عن تدمير شحنات من الأسلحة. وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن الضربات الجوية استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريانة التي سيطرت عليها قوات الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى ما يعرف بمعسكر أبو معاذ الذي يتمركز فيه عدد من المرتزقة التشاديين، فضلا عن تدمير شحنة من الأسلحة في منطقة أبو غيلان. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام وأجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ أشرف بدر رئيس مركز المعلومات بمؤسسة الأهرام. لك التحية من جديد أستاذ أشرف. وبداية كيف ترى يعني أهمية زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى مصر ودلالة التوقيت؟ طبعا هو الزيارة زيارة في يعني أنا أتصور أن هي في غاية الأهمية خاصة في ظل التطورات الحادثة في المشهد الليبي. الزيارة كانت بتشمل 70 من البرلمانيين أو كبار البرلمانيين الليبيين. عايز أقول لحضرتك أستاذة أمل يمكن الجهة التشريعية الوحيدة أو دعيني أحط بدل التشريعية أحط الشرعية الوحيدة في ليبيا هو البرلمان الليبي. مصر كانت يعني وجهت دعوة من خلال البرلمان المصري إلى هذه الزيارة المهمة لتوحيد الصف الليبي ودعم الجهود الليبية
بأن يكون الحل هو حل سياسي بجوار الحل العسكري الذي يقوده الجيش الوطني بقيادة اللواء حفتر. من أهمية بمكان أن احنا نقول أستاذ أمل أن اتفاق الصخيرات الذي بيعتمد عليه بشكل كامل حل الأزمة الليبية كان لابد له من تعديلات طالب فيها الاجتماع الأخير اللي عقد في المغرب بأن تتولى مصر عملية التنسيق لهذه التعديلات المطلوبة، بحيث أن يكون في تعديل دستوري بيتضمن في هذه التعديلات أو اللي احنا بنسميه الميثاق الدستوري الذي ينتوي الليبيون إن شاء الله بإذن الله بمساعدة مصرية، لده لكسر الجمود في العملية السلمية الموجودة هناك، لكسر كمان حالة الحالة العسكرية الرهيبة جدا ما بين حكومة غير شرعية، دعيني اقول بالرغم ان هي يعني واخده الشرعيه لكنها غير شرعيه بالنسبه للداخل الليبي وبالنسبه للمجتمع العربي، وهي حكومه اللي بيطلق عليها حكومه الوفاق. وده يمكن ده كان فيه تصريحات مهمه جدا للوفد الليبي حضرتك استاذ امل، قالوا ان هو لابد من سحب الثقه من هذه الحكومه بقياده السراج لانها هي داعمه بدرجه اساسيه للعمليات الارهابيه داخل ليبيا. لما يكون هي بتستقطب اكثر من 30 ألف مرتزق جايين عن طريق من تركيا إلى ليبيا، يبقى بالتالي وهي بتوفر لهم المعيشة الدائمة والملاذ الآمن سواء كانت في معسكر أبو معاذ اللي تم قصفه أمس أو من خلال منطقة الغريانة التي تم أيضا من خلال الجيش الوطني في عمليات يعني عسكرية رهيبة جدا أدت إلى مقتل العديد من اللي بيسميهم الذئاب المنفردة اللي هم جايين من دواعش، سواء من الدواعش اللي هم تم القضاء على الفلول منهم في سوريا وتم نقلهم عن طريق الجرذان، طريق اسمه طريق الجرذان، وده هنتكلم عليه بتفاصيل كبيرة جدا وبتمويل من تركيا وبالأخص من أردوغان بشكل مباشر، هو الذي يشرف على هذه العمليات. طيب أستاذ أشرف، يعني ذكرت في كلماتك أنه اتحاد المغاربة طلب من مصر كوسيط نزيه يعني تمام. في الأزمة الليبية بعرض ربما مجموعة من التعديلات، ربما يكون هناك بعض التحفظات على بنود ونصوص اتفاق الصخيرات تمام. الأزمة أو الإشكالية في الاتفاق ده إيه بالضبط يا فندم؟ هو حضرتك هو كان ما تنفذش كل اتفاق الصخيرات اللي تم في 2015، فكان مطلوب ان هو عشان يتم تفعيله لابد ان يكون تفعيله من خلال تعديل بعض المواثيق التي لم تعد تتلائم مع الوضع الحالي، وبالتالي كان لابد من تعديل. التعديل ده حضرتك هم ثلاث حاجات رئيسيه اربع حاجات رئيسيه. اولا لابد من تضمين في التعديل الدستوري اللي هيتعمل في الاتفاق الجديد ان هو يبقى فيه مؤتمر وطني للمصالحه الليبيه، ده بتدعو له مصر، ولابد ان يكون في التعديل اللي انا بقول لحضرتك عليه ان هم الدعوه الى مؤتمر دولي وطني للمصالحه، يعني برعايه دوليه، ممكن يكون برعايه عربيه، وده اللي كان بيتكلم عليه الوفد الليبي خلال لقاءاته في القاهره، ان تكون جامعه الدول العربيه اللي هي المفروض المظله الرئيسيه لاي توافق عربي او اي مصالحه عربيه تكون تحت مظله الجامعه العربيه، وبالتالي هو لابد من تضمين مؤتمر وطني للمصالحه. تاني حاجه استاذ امل، استفتاء على الدستور، اجراء عمليه استفتاء واسعه على الدستور الليبي، وبالتالي ده مهم جدا ان هو يتم تضمينه في التعديلات الموجوده على اتفاق الصخيرات. ثالث حاجه، اجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه، بحيث ان هي حضرتك الانتخابات دي طبعا هتفرز عن تشكيل مجلس رئاسي، المجلس الرئاسي ده هتكون السلطه التنفيذيه في حاجتين، هتبقى السلطه التنفيذيه في المجلس الرئاسي وفي مجلس الوزراء، مش هتبقى للميليشيات ولا تبقى للحكومات اللي احنا شايفينها في ظل التصارع ده. حضرتك المهم جدا ان هو في التعديلات اللي هتبقى موجوده هيبقى من خلال المجلس الرئاسي هيبقى في رئيس ونائبين، نائبين له بيتولى رئاسه مجلس الدوله
اللي هو هيبقى يقوم بعمل القائد العام للقوات المسلحة، وهو ده اللي مرشح له أن يكون اللواء حفتر أو الفريق حفتر اللي هو هيتولى المهام القائد الأعلى للجيش الوطني. ده أهم التعديلات يعني اللي هي بتطلبها مصر. الأجواء والمعطيات الحالية، هل في إمكانية للتوافق أو التوصل يعني إلى هذه المطالبات فيما يتعلق باستفتاء على الدستور على سبيل المثال؟ يعني تمام. هل الأجواء الأمنية وللأسف عدم وجود استقرار حقيقي وسيطرة من قبل الميليشيات المسلحة التي يعني تتلقى دعما من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، كل هذه الأمور يمكن أن تخلق جو يسمح به للاستفتاء على الدستور أو بإجراء أي عملية سياسية انتخابات رئاسية أو برلمانية؟ ده سؤال مهم جدا، وده يمكن ده اللي بتسعى له القاهرة من خلال التحرك الدبلوماسي الواعي بقيادة الرئيس السيسي. ويمكن هو كان امبارح له تصريح مهم جدا خلال زيارته للكلية الحربية فجر أمس، وقال إن الأمن القومي، أمن مصر القومي، هو أمن ليبيا القومي. صحيح. لجزء لا يتجزأ منه. يمكن الدعوة اللي كانت متوجهة للبرلمان أستاذ أمل ده عشان ما يبقاش فيه فراغ دستوري بأي شكل من الأشكال. يمكن ده مهم جدا، إن هو توحيد الصف الليبي من خلال المجلس النيابي أو المجلس البرلماني أو مجلس البرلمان الموجود عندهم، هو اللي بيمثل جميع طوائف المجتمع الليبي. صحيح اللي كانوا موجودين كلهم 70 كانوا بيمثلوا الغرب اللي هو مناطق الشرق والغرب والجنوب الليبي، ومش كلهم متكتفين وراء الجيش الوطني، لا فيهم برضو تبعيات لحكومة السراج أو اللي هي اللي بيسموها الوفاق، اللي هم بيطلقوا عليها الوفاق، هي لم تكن على وفاق تماما مع المصالح الليبية بأي وضع من الأوضاع، طالما هي اسم على غير مسمى. بالظبط، اسم على غير مسمى. لكن ده اللي حضرتك بتقولي، ان هو في نوع من الحلحلة من خلال جامعة الدول العربية، من خلال التحرك المصري زي ما انا بقول لحضرتك. يمكن كان في اجتماعات دعت لها القاهرة اكثر من مرة. صحيح. وكان اخر زيارة كانت موجود لعقيلة صالح، اللي هو المستشار عقيلة صالح، اللي هو رئيس البرلمان الليبي، زار مصر، وده بناء عليه جه الوفد ده للتوصل. صحيح. إلى خارطة الطريق لحل الحاجات اللي انت حضرتك بتقولي عليها. هل ده هيتم التوافق عليه ولا لا؟ ده هو ده الشأن الليبي اللي المفروض يلتف حواليه الشعب الليبي، لوضع خارطة الطريق لحل الصراع. الصراع لم يكن صراعا داخليا بقدر ما هو صراع. سلامتك يا فندم. احنا بنتكلم عموما عن فكرة يعني أهمية أن يكون هناك توافق حقيقي، وإن ده بيأتي في إطار الجهود والمساعي المصرية. حقيقة دايما مصر مهمومة بالقضايا والملفات والأزمات العربية المختلفة، وتحديدا طبعا بالأزمة الليبية. فيعني كيف تابعت هذه الزيارة والكلمات التي جاءت على لسان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال؟ تحدث بشيء من الشدة والحزم والحسم والتأكيد القاطع بأن مصر لم ولن تقبل بالعبث بمقدرات وأمن وسلامة الأراضي الليبية. ده صحيح، عفوا على الكحة دي عشان البرد، واضح ان احنا في بوادر برد وكده. لكن انا النهارده كان في تصريحات مهمة جدا للرئيس مجلس النواب زي ما حضرتك تفضلتي، وبيعكس صورة او رؤية مصر للحل القضية او الأزمة الليبية. النهارده كان امتدادا للتصريحات اللي قالها الرئيس السيسي امبارح، وللمحافل الدوليه اللي اعلنت فيها مصر يعني دورها، ان هو الحل للأزمة الليبيه لابد ان يكون حلا سياسيا متوازيا مع الحل العسكري، لان الحل السياسي فعلا دلوقتي ما عادش هو اللي هيحل القضيه. صحيح. او الازمه الليبيه طالما فيها تدخلات وصراعات. يمكن انا قبل حضرتك تفضلت بالكلام قلت لك ان هي الصراع صراع مصالح بالدرجه الاساسيه في. صحيح. ليبيا صراع على الثروات استاذه امل، ولا وهو صراع دولي، ما عادش بس صراع ما بين اقتتال داخلي او ما بين ميليشيات وما بين حكومات غير متوافقه، لكنه هو صراع على الثروات ما بين فرنسا وما بين ايطاليا من جانب، ما بين روسيا وما بين الولايات المتحده التي لم تعد لها دور داخل الازمه الليبيه بعد مقتل السفير الامريكي في ليبيا، لكن في تدخل بريطاني موجود على الـ على الـ على الـ على الجانب الاخر، في يعني دعم لوجستي
إرهابي من قبل تركيا ومن قبل قطر، وده هنتكلم عليه بتفاصيل قادمة. لكن أنا بقول إن المصالح هي شبكة المصالح هي اللي بتتحكم في الأزمة الليبية. ده دعا أن الرئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال أن هو يطلع تصريحات كانت مهمة جدا، أعلن في تصريحات قال أن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة. وأنا أتصور أن ده إشارة واضحة أستاذ أمل مباشرة على تركيا اللي هي بتحاول أن تنقل سواء من الميليشيات بتاعتها اللي هو الذئاب المنفرد اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الدواعش من سوريا ومن ليبيا، او من الاسلحه اللي تم ضبطها في اكثر من مره واكثر من مناسبه واكثر من سفينه وتحت سمع وبصر وبصر المجتمع الدولي وتحت سمع وبصر مجلس الامن والامم المتحده، ومع ذلك لم يتحرك حتى هذه اللحظه اي تحرك دولي لوقف المذابح التي تجري على الاراضي الليبيه. وده يمكن هيخليني يقودني للتساؤل فيما يتعلق يعني ليه السعي التركي بهذا الشكل في تمويل الميليشيات الإرهابية والجماعات والعصابات المسلحة في ليبيا؟ ربما يكون الأمر مفهوم في سوريا، في كل أحوال طبعا يعني التدخل التركي غير مقبول في المجمل، ولكن ممكن نقول ان كان في تخوف تركي من فكرة يعني ان تكون هناك دولة كردية مستقلة وده يأثر على أزمة او قضية الأكراد عندها، وبالتالي كان هناك تواجد تركي في الشمال السوري. ولكن ليبيا مش من الدول الجوار او يعني ما فيش حدود مشتركه بتجمعها مع ليبيا، رغم من كده هي في حاله من الاصرار للتدخل والتدخل بشكل فج في تعميق الازمه الليبيه من خلال تقديم كل اشكال الدعم والمسانده للجماعات الارهابيه المختلفه. ده سؤال برضه في مهم جدا، وحضرتك اللي يتفهم المأرب او الهدف الرئيسي لتركيا من تواجدها في ليبيا يعرف ليه. السبب الرئيسي هو حضرتك دلوقتي موضوع الغاز والثروه النفطيه الموجوده في ليبيا. تركيا بتعاني معاناه شديده جدا استاذ امل من نقص الثروات البتروليه لديها على الاطلاق، والا ما كانتش راحت في المشكله اللي عاملاها مع قبرص دلوقتي في البحر المتوسط. هي بتستورد تقريبا 15% من اجمالي احتياجاتها من النفط ومن الغاز من ليبيا. الاردوغان من سنه 96 ايام ما كان حضرتك هو رئيس البلدية بتاعت اسطنبول، وهو كان على علاقة شديدة ووطيدة بالجانب الليبي وخاصة بمعمر القذافي، لدرجة أنه هو حضرتك زار ليبيا أكثر من 3 مرات أو 4 مرات قبل أن يتولى مسؤولية رئيس الوزراء ثم رئيسا للدولة. العلاقات كانت وصلت لعلاقات في أوج ما بين القذافي وبين أردوغان، باعتبار أن أردوغان بيشوف نفسه أنه هو يعني الوالي العثماني أو بيحاول أو الخليفة القادم، وبالتالي أو حامي حمى الإسلام، وكان ده بيدخل على القذافي للأسف. العلاقات الاقتصادية كانت وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار قبل 2011 ما بين تركيا وما بين ليبيا. بتصور أن المهم جدا أن احنا نتكلم عليه أن كان في صفقات طائرات ما بين الجانبين قبل سقوط القذافي. للأسف هذه الطائرات استخدمت بعد ذلك من قبل أردوغان لنقل الأسلحة، وده هنتكلم عليه زي ما أنا قلت لحضرتك بتفصيل. وبالتالي أصبحت المصلحة الرئيسية لتركيا مش بس زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان هو احتلال سوري عشان الاقراض او التدخل في الشان العراقي برضه عشان تكوين دوله كردستان، لكن انا بتصور ان هو بيدور على مصالحه، وهي مصالحه هتبقى موجوده من خلال الثوره النفطيه الموجوده في ليبيا. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه هو كان دائما وابدا زعامه الخلافه العثمانيه وعودته كخليفه للعالم الاسلامي، ده حتى هذه اللحظه هي الهاجس الكبير للتوسعات له وعفوا لخزعبلاته في المنطقه الشرق الاوسط. لماذا يترك هذا الاردوغان بهذه الخزعبلات كما وصفت في كلماتك الان الخلافه المزعومه تسوي الوهم بانه امبراطور اخر الزمان
الأمل، لماذا يتم الصمت الدولي بهذا الشكل المخزي أمام كل هذه التدخلات الفجة والتصرفات الغير مقبولة والممارسات يعني التي تهدد أمن وسلامة شعوبنا العربية من قبل يعني أردوغان؟ لماذا الصمت الدولي عليها، أم أن هناك ترى ثمة مبارقة لأن يكون هذا الدور التركي على أرض الواقع أو في أوطاننا العربية والإسلامية؟ لا، هو في حضرتك هو في رفض، بس رفض على استحياء من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويمكن اللي مخلي العنصر الحل غير متواجد على الساحة وعلى أرض الواقع إن في تدخلات من إيطاليا ومن فرنسا في صراع، دعيني أقول صراع المستعمر يعني القديم. صراع المستعمر القديم. أنا زمان قلت إن إذا كانت تركيا بتاخد 15% من إجمالي احتياجاتها من البترول ومن الغاز من ليبيا، فإيطاليا بتاخد 25% من إجمالي، وفرنسا بتاخد 20 إلى 25%، وبالتالي هو صراع زي ما أنا قلت لحضرتك قبل كده، هو صراع مصالح. صحيح. بالدرجة الأساسية في صراع في يعني قطبين بيتصارعوا، تركيا داخلة كقطب ثالث موجود بدعم قطري يعني سافر، ويمكن احنا اتكلمنا وكنت مع حضرتك مره يعني سابقه في المشهد، اتكلمنا على ان كان بعد القذافي، بعد سقوط القذافي وتدخل قطري، رفعوا العلم القطري بجوار العلم الليبي في اول اجتماع كانت للحكومه الانتقاليه اللي كانت موجوده سنه 2011 بعد العدوان بتاع الناتو وتحرير ليبيا. انا تركيا بيديرها مجموعه شركات موجوده، مجموعه شركات مصالحها التركيه الموجوده في ليبيا 111 شركه، راس مالها بيتراوح ما بين 8 الى 10 مليارات دولار، وبالتالي زي ما انا قلت لحضرتك هي المصالح الرئيسيه هي اللي بتتحكم في ذلك. في صمت، فعلا في صمت مريب من مجلس الامن، من الامم المتحده، من الاتحاد الاوروبي، صحيح على استحياء كل ان واخر بنشوفه. يمكن غسان سلامه اللي هو المبعوث الامم المتحده لحد دلوقتي بيعمل للمصلحه، دعيني او ده على مسؤوليته الخاصه ومن خلال تصريحاته وغيرها، هو بيعمل لمصلحه سراج لحكومه الوفاق وليس يعمل لمصلحه الشعب الليبي بالدرجه الاساسيه. واتصور ان الحل لن يكون حل اممي الا لان لم يكن هناك حل من داخل الاراده الشعبيه الليبيه التي تريد ان تلتف حول القائد الموجود دلوقتي اللي بيحرر العاصمه طرابلس من الميليشيات الارهابيه اللي تقريبا كانت مسيطره على جزء كبير جدا من الجانب الليبي موجود. مهمه صعبه جدا ومسؤوليه ثقيله، يعني فكره صمود الشعب الليبي على قلب رجل واحد لدعم ومساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ظل تكالب عدد كبير جدا من دول العالم. نحن نتحدث عن التدخلات الأمريكية، التدخلات المستعمر القديم إيطاليا، الصراع بين إيطاليا وفرنسا، ربما صراع على المصالح، وصراع أيضا على الزعامة والندية والريادة، وتدخلات التركية والقطرية. أين الدور العربي في كل هذه التدخلات؟ هل ترى أن التراجع العربي هو الذي جعل القضايا والملفات والأزمات العربية مستباحة بهذا الشكل الفج من قبل التدخلات الخارجية المختلفة؟ أنت أسئلتك مهمة جدا أستاذ أمل. فعلا جامعة الدول العربية يعني دعيني كالعادة يعني اتفق العرب والله يتفقوا. القرارات، في قرارات بتصدر لكن لها ليست لها قوة بأي حال من الأحوال. ما زلنا موضوع الشكب والإدانة هو اللي بيغلب على جميع قرارات القمم العربية الموجودة، وآخرها القمة التي عقدت في الرياض في مكة كان فيها جزء كبير جدا على الأزمة الليبية، لكن لم تصل إلى مجرد إن احنا نكون زي ما احنا كنا طالبين، واحد بنود الموجودة في ميثاق جامعة الدول العربية ان هو تكوين جيش عربي يكون له القدرة على حل او على التدخل السريع لحل الصراعات داخل الدول العربية. حتى هذه اللحظة لم يحدث. يمكن اول قمة عربية عقدت بعد تولي الرئيس السيسي كانت في شرم الشيخ استاذ امل، ودعا الى تكوين جيش عربي موحد. تم عقد اكثر من 12 او 13 اجتماع لرؤساء الاركان القوات المسلحة للدول العربية، لكنهم ايضا لم يتفقوا الى من سيقود الجيوش العربية. يعني شوفي حضرتك حتى ويمكن اتكلمت معاك مرات وقلنا احنا كان عندنا هيئة العربية للتصنيع المفروض اللي كانت أقيمت عشان تبقى هي المصنع
دعيني اقول للمصنع بين علامتين تنصيص لجميع الاسلحه ولتجيئ ولتسليح الجيوش العربيه، لكن تم تفريغها. النهارده بنقول ان الدول العربيه وعلى راسهم السعوديه اشترت ب 2.5 تريليون دولار اسلحه خلال الخمس سنوات الماضيه. اين التجييش او اين الاسلحه العربيه من هذه الاسلحه الموجوده اللي احنا بيتم تصديرها سواء من اسرائيل او من الولايات المتحده الامريكيه او من الصين او من غيرها؟ لم يكن هناك يعني اراده عربيه لتكوين جيش عربي هو اللي يحل الصراعات، بدلا من ان احنا بنتسول الحل من الدول الاوروبيه. صحيح. بنشوف عندنا مؤتمرين اتعملوا، فرنسا بتعمل مؤتمر في شهر مايو الماضي وترد عليها ايطاليا في باليرمو في مؤتمر اخر، وكلها مؤتمرات من اجل النفوذ، توسيع النفوذ سواء النفوذ الفرنسي او النفوذ الايطالي داخل يعني ليبيا. الحل احنا بنتسول الحل اذا لم يتوفر سلاح الاراده وهو السلاح الذي يعنينا في المقام الاول، فلا مجال للحديث عن اي حلول لاي ازمات او قضايا. لابد ان تطلع اراده عربيه للحل. احنا لحد دلوقتي عندنا بس يعني مجرد كلام عربي للحل، وليس هناك إرادة الاستنكار لحل والشجب والإدانة طبعاً. وكل يعني أي توصيات بيتم الخروج بها بتكون حديثة كمان الأدراج لا تفعل. حرام الحبر اللي بتنكتب بهذه القرارات والله. يعني أنا مش بقول الكلام ده بأحبط الناس، يعني ده يمكن ده أنا بقول على أمل أن ربنا ييسر الأمر ويبقى في الفترة اللي جاية يعني يكون في توافق عربي، توحيد عربي، تضامن عربي، مش مجرد كلام احنا بنقوله بنردده. صحيح. لكن حاجه على ارض الواقع تحل هذه الازمات اللي احنا بنتسول حلها. زي ما انا بقول للمره الثانيه والمره الثالثه كلمه نتسول، بنتسول حلها من مستعمر اجنبي وليس من من وليس من ضمير مصري او ضمير عربي خالص. يعني ما حدث في اوطاننا العربيه والوقوع في مستنقع الدوله الطائفيه ومحاوله يعني تفتيت وتجزئة المنطقة إلى دولات صغيرة متناحرة ومتصارعة، كيف ترى الدور المصري في هذا الصدد وتأكيد وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا على الحفاظ على هوية وصمود وثبات المؤسسات العربية والدولة العربية وأوطاننا العربية؟ شوفي حضرتك، احنا يعني مش هنطبل للدور المصري، لكن هو على ارض الواقع هو فعلا هو الدور الوحيد اللي باين على الساحه، باعتبار ان مصر هي قلب الامه العربيه، بتحتضن جامعه الدول العربيه اللي احنا بنقول هي المظله الرئيسيه. شوفي حضرتك، اجمالي الاجتماعات اللي عقدها الرئيس السيسي مع مسؤولين ليبيين بدءا من المشير حفتر، يمكن كان اول لقاء التعامل للمشير حفتر كان موجود في القاهرة هنا. الدعم المصري غير المحدود للجيش الوطني الليبي لتحرير ليبيا من الميليشيات الإرهابية اللي احنا اكتوينا بها سواء في سيناء أو غيرها، ده مطروح ومطروح بشدة وأمام العالم وأمام أعين العالم. ما بنسربش احنا أسلحة زي قطر وزي تركيا وغيرها من الميليشيات الأخرى، بنسرب عشان زيادة التقاتل لزيادة قتل الشعب الليبي. لا، احنا بنسلح بالفعل، وده من تصريحات رسمية من قبل الرئاسة المصرية، انت بتسلحها الجيش الوطني اللي هو هيحرر من الميليشيات الموجودة هناك. العلاقات المصرية الليبية كانت علاقات ممتدة وهتظل. البعد الاستراتيجي بتاعك أستاذ أمل مش ممكن يعني يكون بعيدا عن ليبيا بأي حال من الأحوال. صحيح. الرئيس طلع في أكتر من مناسبة وقال إن أمن ليبيا القومي هو أمن مصر القومي. عندنا الحدود موجودة، نفذنا وده هنقول على الهواء، تم تنفيذ أكثر من عملية ضد الميليشيات الإرهابية الموجودة هناك. قتلوا عندنا 21 مسيحيا لو حضرتك تتذكري. طبعا. وتم الرد برد يعني الصعصعين من خلال القوات المصرية. وأتصور أن هو أصبحت ليبيا دلوقتي هو ملاذ آمن للميليشيات الإرهابية. وده لن ترضى عليه مصر بأي حال من الأحوال، ولن ترضى عليه القوات المصرية أو الجيش الوطني المصري بالتعاون وبالتنسيق مع الجيش الليبي. التنسيق ده على أكمل وجه، احنا جالنا هشام العشماوي، ده كان أكبر صيد تم اصطياده في الفترة اللي فاتت، لأن هو ده حضرتك عنده كنز من يعني المعلومات. والله ينور عليك، هو عنده الشفرة بتاعت الجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، بدءا من التدريب الموجود في ليبيا، الموجود التدريب في تركيا، ثم التمويل القطري،
ثم العبور إلى سوريا ثم تنفيذ العمليات الإرهابية في العمق الليبي وداخل العمق المصري من بالتسلل من ليبيا إلى مصر. طب أستاذ أشرف، لما سألتك عن الدور المصري قلت لي ما فيش مجال للإشادة أو للتطبيل للدور المصري. صحيح. ودي حقيقة احنا بنرصد واقع، يعني حقيقة تمام. مش لأننا مصريين فبطبيعة الأحوال بنتكلم بشيء من الإيجابية على الدور المصري. ده اللي هيخليني بقى ان انا اطرح اشاده من قبل نائب او عضو من مجلس النواب الليبي في هذه الزياره الهامه ولقائه بالدكتور علي عبد العال، حتى لا تكون هذه الاشاده على لسان المصريين، هي جاءت على لسان احد النواب في مجلس النواب الليبي الاستاذ عبد المطلب ثابت، لما قال انه او وصف القياده السياسيه المصريه بالحكيمه، واضاف ان الشعب المصري له مواقف تاريخيه مع نظيره الليبي، واشار ايضا الى ان الدولتين شركاء في الجغرافيا وفي الوجود، قائلا ان انجلاء الازمه ومع انتهاء هذه الازمه سنرد الجميل للشعب المصري. تعليقك على هذه الكلمات؟ يعني كلمات بتكمل على الكلام اللي احنا بنقول عليه، وحضرتك ربطت ربط يعني تمام ما بين الكلام اللي احنا قلناه. وصحيح كان في الفترات اللي كانت الفترة الماضية كان في يعني ارتفاع وتيرة العلاقات الحميمية بين العلاقات المصرية الليبية، خدت فترات ما بين المد والجزر زي ما بيقولوا، بدأت طبعا من سنة 51 باعتراف مصر باستقلال ليبيا، 69 كان في دعم مصري كامل للثورة الليبية. عايز أقول لحضرتك أن كان على الرغم من القذافي كان على غير وفاق مع الرئيس السادات ما بعد كامب ديفيد، لكن كان في فترة سنة 73 ما كانش في مصر معها فلوس تشتري بعض القطع اللي هي الحربية، لكن هو اللي تولى بالفعل شراء هذه القطع الحربية وأداها لمصر. يمكن عادت العلاقات بشكل كويس قوي في عهد الرئيس الأسبق مبارك وما بين القذافي، كان في مد وجزر ما بين العلاقات اللي احنا كان عندنا مش اقل من 2.6 من 10 مليون مصري بيعملوا في ليبيا. صحيح. اقامت ليبيا ثوره ليبيا، ثوره ليبيا النهضويه مش الثوره الليبيه بتاعه 2011، لكن الثوره النهضويه قامت على اكتاف مصريين بالدرجه الاساسيه. كان في علاقات ده خراب ليبيا يعني او خراب في المنطقه كان العربيه، خراب في المنطقه العربيه كلها يعني طبعا. حتى لما قالوا ان رياح التغيير لما هبت والثوره ما بين مصر وما بين سوريا، كان الليبيين كان حاسين ان هم من خلال الثروه الماليه اللي عندهم هم امنين، لكن للاسف كان راي الليبيين رأي آخر من خلال بقى التدخلات الخارجية وشغل العراب الأمريكي وشغل العراب الأوروبي. صحيح. اللي يعني هدم استقرار ليبيا للأسف. طيب احنا دلوقتي معانا مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ أشريف الوافي عضو المجلس الوطني الليبي. أستاذ شريف أهلا بحضرتك معنا، وبداية يعني كيف ترى أهمية هذه الزيارة من قبل الوفد البرلماني الليبي إلى مصر؟ أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني مصر عودتنا دائما أنها تكون بجانب ليبيا وأنها تكون هي الشقيقة الكبرى لرأب أي صدح في ليبيا. الأمر هذا أمر جيد، لكن كان الأجدر يعني أن يتم إقناع المتواجدين في مجلس النواب في طرابلس، لأن هناك حملة إعلامية كبيرة أنهم لم يتواجدوا وأصدروا قرار الذين شكلوا المجلس النواب في طرابلس. لكن في كل الظروف هذه بادرة كويسة، خطوة على الطريق لرأب الصدع، لأن مجلس النواب اصلا هو الذي لابد ان يلتئم حتى يتم احتواء الازمه بشكل اكثر، وبالتالي يمكن ان نصل الى حل لهذه الامور التي تحصل في ليبيا حاليا. الحقيقه خطوه على الطريق، خطوه جيده، نحن نبارك هذا الجهد ونؤكد انه لابد من لمس الامور في طرابلس مع الاخوه الذين شكلوا مجلس النواب هناك، وبالتالي يمكن تجميع هؤلاء الأخوة، خصوصا أن مصر
حتى المتواجدين في طرابلس عدد كبير منهم لا يمانع في تدخل مصر وفي دور مصر رغم ما يحاك وما يقال من مغالطات عن ان مصر متحيزه ومصر كذا ومصر كذا، ولكن طبعا مصر ليبيا عمق تاريخي لمصر، ومصر وليبيا شقيقه الكرم لا يمكن الا ان يستغنوا عن بعض، وبالتالي تدخل مصر في 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 عقب الصدع العراق ليبيا هو امر حقيقه نحن نشكر مصر عليه، ونحن دائما لاحظنا حتى عندما كنا في المؤتمر الوطني السابق او كنت في عضو في لجنه الحوار الدور الريادي الذي تقوم به الخارجيه المصريه وعلاقتنا بهذا بهذه الامور كانت الحقيقه كانت جيده جدا. في رايك استاذ وافي يعني اهم وابرز التحديات القائمه بالفعل فيما يتعلق بالازمه الليبيه وامكانيه التعاطي والتعامل معها؟ الحقيقه يعني تم حصر او مصر على اساس انها في طرف يعني القوات المسلحه الليبيه او في طرف واحد، وبالتالي نحن نعرف عمق ان مصر علاقاتها جيده بكل الاطراف الليبيه، لكن المطلوب هو كسر الحاجز، المطلوب عدم ترك الغرب ليبيا لاستحواذ او هيمنه تركيا وقطر وهذه الدول الاخرى، وبالتالي مصر هي الاولى، بمصر وتونس ودول الطوق على ليبيا هي الاولى، لابد على الخارجيه المصريه ان تكسر الحاجز، خصوصا اللي يعرف سيادة السفير محمد بن بكر علاقاته جيدة جدا بمن هم متواجدين في مجلس النواب في طرابلس، والرجل هذا رجل حقيقة يعني كان له دور بارز وأنا شخصيا صديقي وأعرف دوره، ولكن لابد من كسر الحاجز واحتواء الأزمة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني الليبي سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمشاركة، كان لك تعقيبا أستاذ أشرف. هو طبعا هو أكد على الدور المصري، ويمكن ده برضه هنرجع له أستاذ أمل، وقلنا إن موقف مصر طبعا من متزن، موقف مصر حيادي، حضرتك ما بعد ثورة 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية صدر بيان من المجلس العسكري، كان المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي آنذاك، أكد فيه وده مهم جدا الناس تعرفه دلوقتي، أكد فيه أو نفكر الناس بيه عدم مشاركة مصر في التحالف الدولي اللي هو اللي كانوا بيسموه حلف الناتو لضرب ليبيا، مصر لم تشارك في ضرب ليبيا على الإطلاق، لم تشارك في إزاحة القذافي من السلطة، كانت دائما وأبدا تقف إلى جانب تحقيق مصير الشعب الليبي حقه ومصيره بإيده دون تدخلات خارجية، ده كلمة حق بنقولها. ومر على ما بعد المجلس العسكري سواء في الفترة الانتقالية اللي قام بيها المستشار عدلي منصور أو في العهد الحالي، احنا طبعا عهد الإخوان ده احنا ساقطينه من لأن ما كانش لهم دور على الإطلاق. أتصور ما يحدث الآن هو يعني استمرار للموقف الحيادي المصري ما بعد الثورة الليبية حتى هذه اللحظة. طب يعني لو كلمنا على دول الجوار، يعني كلمنا على الموقف المصري الداعم والمساند للأزمة الليبية بشكل كبير، واستضافة مصر الآن لوفد من البرلمان الليبي، ماذا عن الدور التونسي ودور الجزائر في الأزمة الليبية؟ شوفي حضرتك هو ده برضو من الأسئلة المهمة جدا، يعني مش هو الموقف مصر هو الموقف الوحيد، لكن أتصور ان مصر اول زياره كان قام بها الرئيس السيسي 2014 بعد تولي السلطه في 8 يونيو 2014 كانت للجزائر، وما كانش بس مجرد ان احنا رايحين بس عشان كان عندنا ازمه غاز، وكانت الجزائر هي اللي كانت بديل لقطر عشان تدينا غاز، لكن ايضا كان عشان حل الازمه وحل حاله الازمه الليبيه، باعتبار ان الجزائر احد دول الجوار المهمه جدا لوقف التسلل الارهابي سواء من تونس او من الجزائر أو من المغرب إلى العمق الليبي. انعقد اجتماعين أستاذ أمل، الاجتماع الأولاني كان في القاهرة لدول الجوار، كان تونس حضراته مع مصر والجزائر، اللي كان في طلع ببيان مهم جدا كان قاله الوزير سامح شكري، رفض في التدخل الخارجي بالشأن الليبي، والتأكيد على يعني الحل يكون حل سياسي بجوار الحل العسكري إن أمكن، وأهمية الحفاظ على سلامة البلاد ووحدة أراضيها.
عمل اجتماع في 5 مارس اللي فات، وده كان مهم جدا. تعامل حضرتك في تونس، شدد الوزراء على التزامهم بالتكاتف من اجل الحفاظ على سلامه الاراضي الليبيه، وكان ده حاضر في وزراء الخارجيه مصر وتونس وطبعا وليبيا والجزائر والمغرب. كان مهم جدا ان هم يعني يصدروا بيان للوقوف دول الجوار لحل الأزمة الليبية دون التدخل الأوروبي أو دون التدخل الخارجي بأي حال من الأحوال. وبالتالي لابد من إعادة مرة أخرى، يمكن دول اللي احنا كنا حضرتك بتتكلم على دور جامعة الدول العربية، يمكن دول هم اللي بيقوموا بدور جامعة الدول العربية. ولما تسألي الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول لك ما هو في دول الجوار برعاية من جامعة الدول العربية اللي بتقوم بهذا الدور. يعني احنا مش دورنا بس قاصر ان احنا نعمل قمم عربية بس مجرد شجب وداني، لكن في برضه تحركات فاعلة من خلال مظلة جامعة الدول العربية ممثلة في وزراء الخارجية والمسؤولين الدبلوماسيين أو الدبلوماسيين ما بين دول الجوار. لكن هل الدور اللي هم بيقوموا به دور فاعل لحل هذه الأزمة؟ أتصور حتى هذه اللحظة لا، الإجابة بلا. طيب أخيرا، وفي ظل حظر تصدير السلاح للجيش الوطني الليبي وزيادة القيود والضغوط والمعاناة حقيقة اللي بيعانيها الجيش الوطني الليبي في ظل تكالب عدد كبير من دول العالم بحقه، هل تحول خليفة حفتر في ظل هذه التحديات إلى رمز أو إلى بطل قومي كما يحاول البعض أن يعني يسوق هذه الفكرة أو الصورة الذهنية عند جموع الشعب الليبي أو الغالب الأعم من الشعب الليبي؟ هو أنا أتصور من وجهة نظري هو فعلا هو رمز مشير حفتر. هو بيقود حملة تطهير لليبيا من الميليشيات ومن العناصر الإرهابية الموجودة. عايز برضو يعني أفتكر وأشيد أيضا بمجلس النواب الليبي عندما أصدر قرار بجعل جماعة الإخوان الإسلام المسلمين هي جماعة إرهابية، وده يمكن ده هو السبب الرئيسي في انقلاب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج على البرلمان. عايز أقول حضرتك في حاجة مهمة أيضا حضرتك لما أنت وأنت بتتكلم على موضوع بتاع المشير حفتر، عايز أقول لك أن في مصادر مهمة جدا طلعت تقرير تم نشره في مركز اسمه مركز ستوكهولم للحريات، قال ان المقاتلين نقل ان تركيا قامت بنقل المقاتلين المتطرفين من مدينه ادلب في سوريا الى ليبيا عبر الاراضي التركيه بواسطه طائرات شركه الاجنحه الليبيه المملوكه من قبل عبد الحكيم بالحاج. عبد الحكيم بالحاج ده يا استاذ امل هو احد قاده الميليشيات المتطرفه في ليبيا، وكان بيقيم بفتره طويله جدا في تركيا، وهو اللي بيقوم بعمليه النقل، هو اللي بيتولى عملية نقل الإرهابيين من الأراضي السورية إلى ليبيا. عندنا حضرتك قوات ردع شديدة جدا موجودة، في عندنا ميليشيات تقريبا 3000 ميليشيا موجودة على الأراضي الليبية، وبالتالي محاربة هذه الميليشيات تجعل من الخليفة حفتر أو المشير خليفة حفتر يكون مش رمزا، هيكون قائدا للعروبة الليبية بالدرجة أساسية. أنا بشكرك جدا جزيل الشكر، شرفتنا ونورتنا الأستاذ أشرف بدر رئيس مركز المعلومات بمؤسسة الأهرام، أهلا بحضرتك دايما معنا. شكرا فندم، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحريق بقي.